الأجير، يعني هذه المخرجات المتوقعة من هذه القمة للقارة الأفريقية كيف يتم توزيعها على الدول؟ هل بنسبة الفقر ولا بنسبة الاحتياطي ولا بنسبة النمو الاقتصادي، ولا يعني كيف يتم توزيعها على الدول الأفريقية؟ لا يعني هو طبعا بالنسبة للصندوق النقدي الدولي عنده الحصص بتاعت كل دولة، يعني فهو بيستخدم دي، بس هي في النهاية هتبص تلاقي الدول اللي هي الفقيرة والدول اللي هي يعني الأكثر تضررا وبتاع مش هينوبها حاجة، يعني الدول الفقيرة ومنخفض الدخل والدول الأكثر تضررا مش هينوبها حاجة. ليه؟ لأن حصصها ضعيفة جدا جدا جدا، برغم إنك أنت عاوز تستهدف دي، انت عاوز تستهدف دي، فازاي استهدف دي وانت بتحسبها على طريق الحصص وهي يعني حصصها ضعيفة جدا جدا. يعني ممكن تلاقي مجموعة الدول اللي هي انت عاوز تستهدفها اللي هي الفقيرة اللي هي الاكثر تضررا من جائحة كورونا اللي هي ذات الدخل المنخفض، ممكن كم الدول دي كلها ما يلوبهاش نصيب 2% من 650 مليار دولار على مستوى العالم كله. فطبعا مفيش آلية لمعالجة هذه المشكلة؟ لا، احنا اتكلمنا على آلية بأدوات، اتكلمنا على آلية انه يعني الدول اللي هي الكبيرة الاقتصادات القوية اللي ذات الحصص الكبيرة في صندوق النقد الدولي ان هي تتنازل عن جزء من الحصص بتاعتها بآليات محددة، بحيث ان الآليات ديت تساعد الدول ديت على انها يبقى ليها نصيب وتسهيلات، لان الدول دي كمان يعني حتى لو حبت تروح الأسواق الدولية علشان تاخد تمويل مش يعني مش بسهولة طبعا، ملاءة والريت بتاعها، ويعني حتى لو هتلاقيها بتكلفة عالية جدا جدا جدا، فبالتالي مش هيبقى عندها فرصة حقيقية فعلا ان هي تقدر تحصل على تمويل وتقدر انها تقلل الفقر وانها تقدر تتعامل مع التبعات السلبية للوباء، وبالتالي يبقى انت ما حققتش الهدف الرئيسي اللي انت بتتكلم عليه، وبالتالي كانك انت اتكلمت عن 650 مليار دولار رجعوا للدول اللي هي الغنيه والدول ذات القدرات اللي هي مش مقصوده. يعني انت قصدك انك تساعد الدول اللي هي فعلا متاثره ومتضرره من الوباء ده. فبالظبط ده اتكلمنا فيه وقلنا يعني حتى دايما بيتكلموا على الآلية عشان الدول الفقيرة والدول ذات الدخل المنخفض، قلنا لهم يا جماعة في دول ذات دخل متوسط ولكنها متأثرة سلبا بقوة من جائحة كورونا، فلازم برضو يعني مش القضية فقط الدول الفقيرة، طبعا الدول الفقيرة دول ذات دخل منخفض ده، لكن في دول أخرى متوسط دخل لكنها متأثرة وبقوة سلبا بتبعات جائحة كورونا، فلابد إن برضو أتحلى فاسيلتيز عشان أو أتحلى تسهيلات وكده عشان ترجع تستعيد قدرتها، لأنه الأزمة شديدة يعني ومش كل واحد يعني كان عنده القدرات إن هو ينفق مئات المليارات من الدولارات عشان يعني يتعامل مع الأزمة. يعني في دول يعني أنفق تريليونات، أمريكا في رصد كم تريليون؟ بس خد بالك وهو بينفق ده، هو دي عملة دولية، وفي نقطة تانية تكلفة الاقتراض كام؟ يعني ربع مثلا. انما النهارده الدول اللي هي بتمر بالظروف الصعبة دي هتلاقي تكلفة الاقتراض عندها عالية جدا، وبالتالي فهي انهاك مزيم الفقر، واخد بالك؟ فطبعا لابد انه تتاح آليات ذات تكلفة تمويلية منخفضة تساعد الدول على انها تخرج من الدايرة دي بسرعة.